السلام عليكم، ورجعنا لكم في حلقة خاصة. شكر لكم طبعا من بعد الله سبحانه وتعالى على وصولنا الى 30,000 مشترك. شكرا 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 من القلب لكل شخص دعمنا باشتراك في القناة، بضغط زر اللايك، بنشر الفيديوهات حتى لو كان مجرد مشاهدة. شكرا لك لمتابعتنا. أبيك التوبينا. طبعا كتعبير عن امتناننا بنسوي لكم الحلقة الخاصة هذه، وهي الجزء الثاني من My Anime List، وهي أفضل مسلسلات الأنمي اللي احنا شفناها وانطباعنا عنها. لكن قبل لا نبدأ، في مشكلتين جاوا علينا في الحلقة اللي قبل واللي احنا سويناها. الأولى هي لما قالوا لنا الناس انتوا أخطأتوا في ترتيب الأنميات. احنا ما كنا نضع ترتيب معين، احنا كنا نضع تعداد فقط لغير، مش تسلسل تعداد. يعني ممكن كل انمي في اول الليستة بس هو افضل من هذا. ليش؟ لان هذه انطباعات شخصية، انت تشوف هذا افضل، هذا شوف هذا افضل. انا ما اقول لك هذه بالتسلسل شو الافضل، انا اقول لك هي كلها حلوة، مجرد تعداد فقط لغير، كلها في المركز الاول. طبعا الشيء الثاني اللي الناس نقدوه علينا ان احنا نسينا انمي مهم اللي هو Attack on Titans، هجوم العمالقة. انا اعتذر منكم، فعلا سقط سهوا ونسيناه، عشان كذا راح نبدا الحلقه هذه فيه. لكن قبل لا نبدا فيه، في انميين ثانيين ناس انتقدوا علينا ان احنا ما ذكرناهم، اللي هم كونان ودراغون بول. المفروض وشي هذا انتهين منه، المعروف لا يعرف. دراغون بول وكونان من الانميات اللي يريد دوبلجت الى اللغه العربيه، ومشهوره ومعروفه ومفضله عند كل الناس. فيعني ذكرتها ما ذكرتها المفروض الكل عرفها. يعني فمنكم بيقول لي ذكرت ناروتو وان بيس طيب وبليتش، طيب هذه معروفه. دراغون بول وكونان أقدم من ناروتو، أقدم من ون بيس، نعرفها من أيام ما كنا صغار. إذا بتكلم عن الأشياء هذه، إذا لازم بعد نتكلم وضع عن داي شجاع، جراندايزر بيسوي حلقة عن جراندايزر. أنا من مجانين جراندايزر صراحة. الأنمي هذا إلى الحين أشوفه، أنا من مجانين هو الأول عندي في كل شيء. كروبوت طبعا، يتكلم كأنميات ميكا. أنميات الميكا طبعا. إيه في أنميات النينجا وبلا منازع. فخلونا من أنميات الماضي والذكريات الجميلة، خلونا نبدأ في حلقة اليوم. الأنمي ما حقول المرة الأول ولا شيء، الانمي اللي بتكلم عنه الحين هو هجوم العمالقة. انمي صراحة اسطوري خرافي بالنسبة لي انا لنقطتين. اولا ان انا كنت غاسل يدي من انمي 24 حلقة ما اطالع نهائيا. طبعا هذا كانت نظرة متخلفة، ومنه اللي فتح عيني ان هذه نظرة متخلفة هجوم العمالقة. من بعدها انطلقت شفت ماجي، شفت كوكونو باسكت. طبعا ما يعتبر 24 حلقة هو، لكن شفت انميات ثانية قصيرة. كنت انا حط راسي ان انمي قصير ما حيوفي الحق، رجعت طلعت كود جيس، جوجو بازار ادفنتشر. صراحة باختصار نسميها الانميات الموسمية. الانميات الموسمية هو اللي فتح عينا ان الانميات الموسمية فيها حقها وتستحق المشاهدة. طبعا اللي ما شاف اتاك اون تايتنز، هو انمي خيالي اسطوري اكشن مغامرات دموي دموي شيء غير طبيعي. لكن اذا في احد بيتكلم عن انمي اتاك اون تايتنز ويعطيه حقه فهو ماجد. الله يسلمك يخليك. القصد الموضوع مو كذا، لاني انا كملت الانمي بعد نهايته، كملت المانجا، واكيد اللي يتابعون القناه يدرون نزلت الطباعة المانجا. لا تخافوا، ما راح احرق، ما راح اقول شيء. كل القصد الموضوع ان المسلسل لازال مستمر ولازال جبار ولازال قوي. وبالنسبه للجزء الثاني اللي يسالون عنه ويبون يعرفون، راح يكون في جزء ثاني اعلنوا البدء في انتاجه. الى الان ما في تاريخ مؤكد محدد، نقول في نص 2015 نهايه 2015. يا رب ادعوا معنا ان شاء الله يرجع. راح تشوفون شيء جدا جدا جبار على الانمي. اذا ما تابعت الجزء الاول روح تابعه. الاسم راح كثير علقوا على الاسم، راح نكتبه لكم في الديسكريبشن. اسمه بالانجليزي Attack on Titans، بالياباني شينجي كينو كيوجين، وبالعربي الهجوم على العمالقة. طبعا قبل لا ننتقل الى الانمي اللي بعده، بما ان احنا نتكلم عن انميات ستعود، في اخبار عن كوكونو باسكت، في اخبار عن بليتش، طبعا اشاعات عن بليتش في، وهذه حلقه راح اسويها بعدين اسمها انميات ستعود. فالحين خلينا نروح للانمي اللي بعده. انمي ناناتو نو تايزاي،
الخطايا السبع، انمي قوي جدا، ما نزل منه الى حد الحين الا 6 حلقات. الانمي هذا اكشن، مغامرات، كوميدي، اسطوري، سيوف، كل شيء. مستحيل يا ماجد، مستحيل تعدي حلقه ما تشوف الفيس هذا عليه. انمي قوي صراحه، لكن فيه شيء تريكي، خدعه بسيطه لازم تنتبهون لها، لانكم اذا ما انتبهتوا راح تحكمون على الانمي بالفشل، وهذا اللي انا سويته. بعد الحلقه الثالثه حكمت على الانمي بالفشل، لان جا حبيبي ماجد ونبهني للخطا هذا. هو في نهايه الحلقه يجيبون بعد الاغنيه تكمله للاحداث، مو عرض لقطات الحلقه اللي بعدها زي ما احنا متعودين. اخر 5 ثواني تقريبا، 10 ثواني. فانت لو ارتكبت الغلط انك عند نهايه الاغنيه، يعني بدايه اغنيه النهايه، وقفت الفيديو ورحت شغلت الحلقه اللي بعدها، بتقول وش صار؟ كيف صار كذا؟ زي تعبير وجه الرجال هذا جاء سالني. طبعا انا برضو طحت في نفس الخطا، بس بعد الحلقه انتبهت قلت في شيء ناقص، فرجعت طلعت الحلقه بعد اغنيه النهايه، يكملون احداث فعليه ومهمه، لو ما شفتها راح تتلخبط في الحلقه اللي بعدها. فدائما كمل الحلقه للاخير، برضو في مقطع كوميدي دائما يسوونه في النهايه. نهايه الحلقه برضو اخر 10 ثواني او 15 ثانيه من الحلقه بعد الاغنيه تكون نهايه الحلقه، ويكون فيها مشهد بسيط جدا كوميدي لا تفوتونه. الانمي هذا صراحه اسطوري، انا متحمس اللي بيصير قدام. انصحكم اللي ما شافنا نانو نوت هايزاي، وقف هالمشهد روح شوفه، شيء مو طبيعي. زي ما قلنا الاسماء راح تكون في الديسكريبشن تحت. الانمي اللي بعده طبعا هو انمي برضو من انميات الخريف الجديده اللي ما نزل منه الا 6 حلقات حتى الان، انمي روعه بكل ما تعني الكلمه، باراسايت، او بالعربي انمي الطفيليات. اكيد انكم سمعتوا عنه، اللي ما شافه يروح يشوفه. الانمي من اخراج استوديو ماد هاوس، ابداع بكل ما تعني الكلمه. تصنيفه طبعا خيال علمي، شيء اليينز، شيء رائع، دموي جدا، فيه مقاطع مقرفه صراحه ولكن روعه في نفس الوقت. انصحكم تتابعونه بكل ما تعني الكلمه. طبعا انا استمتعت بالانمي متابعته حلقه ورا حلقه. اكره شيء فيه على نهايه الحلقه يعلقك تعليقه وسخ يخليك غصب تدور تنتظر الحلقه اللي بعدها. يعني بكل ما تعني الكلمه استمتعت فيه حتى الان، روحوا تابعوه ما راح تندمون نهائيا. طبعا انا ما شفت الانمي هذا، لكن ليش احكم عليه انه قوي؟ اني دائما اكون ساهي، فجاه اسمع ما يقول لا، فاعرف ان الحلقه انتهت على شيء قوي. انصحكم انا تشوفونه، اسمه راح يكون في الديسكربشن تحت. الانمي اللي بتكلم عنه الحين تكلموا عنه كثير عندي في التعليقات، هو انمي من الانميات المعاد رسمها، هو رسمه من نمط انمي تويكو، انمي قديم اسمه جوجو بازار ادفنتشر، مغامرات جوجو الغريبه. طبعا هذا انمي بطل معاد رسمه، القصه تعتبر قديمه ومع ذلك خيالي خيالي، لدرجة اني تحمست رجعت اشوف حلقات قديمة من الانمي، لان انتهى السيزون الاول منه والسيزون الثاني بعد بطل، وانا قاعد استنى تكملة الاحداث. كلمة للي شافوا الانمي، ما حيفهم للي شافوا الانمي، اوه شيت، شيء مو طبيعي، شيء مو طبيعي. شوف الانمي هذا جوجو بازار ادفنتشر، هو قوة خارقة، اكشن، في دموية، فيه جزء بسيط دايماً رومانسية في الأخير، يعني فيه ضحك وكوميديا غير طبيعية. أنا أنصح فيه للي يبغى يتسلب، أنمي رهيب من نمط رسم توريكو وأكشن قوي، جوجو بازار أدفنتشر، لازم تشوفونه. الأنمي اللي بعده طبعاً أنمي برضو من أنميات الخريف، روعة بكل ما تعني الكلمة، تيرا فور مارس، او المسمى الغريب حقه انمي الصراصير، اكيد الكل سمع عن الاسم، الاسم يشد بكل ما تعني الكلمه. صراحه انا ما بحرق القصه، لان لو قلت اي شيء عن القصه راح يخرب. الانمي طبعا في المستقبل، في خيال علمي، في اكشن، في دمويه. في نصيحه للي ما بعد يشوف الانمي حتى الان، روح شوف الاو في اي حقه قبل، لانك لو بديت في الانمي راح تضيع زي ما ضاع بعض الناس. وبرضه في نقطه ثانيه وملاحظه جدا جميله، حاليا صار البلوري من الانمي، ففي 3 حلقات الاولى ظاهره بالانكت، لان صراحه الانمي فيه دمويه جباره، في مشاهد مروعه، تقطيع دمويه،
ما يصلح للاطفال اذا انت تحت العمر 10 سنوات لا تتابعها، بتعيش احلام احلام مش ورديه، احلام مرعبه. ماجي اللي تكلمنا عنه في الانمي ذيك القديمه، بس خل هذا عادي. صراحه في ثلاث حلقات زاد منها انكات موجوده في الانترنت، تلقاها انسنسرد باسم انسنسرد، تيرا فورس انسنسرد، لو بحثت راح تلقاها الثلاث الاولى بس. اذا بتصبر على الحلقات تصدر بلوري، راح تكون كل واحده كل شهرين كل شهر، يعني متجمعه كذا ثلاث حلقات، كل ثلاث حلقات راح تصدر في دي في دي. هم الحركه منها تسويقيه وزاد المبيعات، ولكن في الاصل انهم ما يقدرون يعرضون في التلفزيون المشاهد الدمويه هذه، بشعه جدا، ما يقدرون يعرضونها. الانمي مقرف بكل ما تعنيه الكلمه، لانه يتكلم بشكل عام عن الحشرات، يعني انمي الصراصير ايش تترجى. الاسم واضح يعني ما حركت على حد شيء. طبعا قبل لا نكمل مبدا الصراصير هذا وانمي الصراصير، كثير من الافلام الاجنبيه الموعبه تكلمت عن المبدا هذا، يعني مو هو بشيء جديد، لكن احسن شيء يعجبني لما تجيب شيء قديم وتطوره. الانمي هذا طور فكره هجوم الصراصير او رعب الصراصير هذا. انت زدت بطريقه هجوم العمالقه، الكل قال يقارن الانمي بهجوم العمالقه. هجوم الصراصير هذا شيء مو طبيعي. شوفوه، لا تنسون ايضا ان الصراصير الله يقربها هي الوحيده اللي نجت من المصايب اللي صارت للديناصورات. هي مسوية نظريات خيالية حول العالم، وجا كاتب الأنمي هذا سوى نظرية قوية وطورها شوفوا الأنمي اللي بتكلم عنه الحين ما يعتبر من أنميات الخريف هذه، لكن عشان تشوف أحد أنميات الخريف هذا لازم تكون شايفة الجزء الأول من S.A.O. Sword Art Online. الأنمي هذا لعشاق الجيمز راح تعشقونه أكثر، لأنكم راح تفهمون فيه أشياء قوية. أنمي سيوف قوة خيال، قصة خيالية، والعجبني فيه وفي المستقبل برضو العجبني فيه جاب قصة صراحة غير مكررة، رهيبة جدا، يعني صراحة يشد أنفاسك من بدايته. الأنمي هذا أعيب عليه شغلة واحدة، إنه بعد حلقة 16 بالنسبة لي كان المفروض يوقف، لكن في كثير من اللي شافوه الجزء الأول إذا أنك ما شفته لا توقف بعد حلقة 16، لأن في كثير عجبتهم التكملة. أنا من وجهة نظري إن المفروض ما كمل، لكن الحين خلونا ننتقل للانمي اللي بعده اللي هو سورد ارت اون لاين 2، الجزء الثاني من سورد ارت اون لاين. طبعا برضو جدا سوى نفس الحركه الغبيه اللي تكلمنا عنها في الجزء الاول، بعد الحلقه 16 او طبعا فعليا في الجزء الثاني 14 جاب العيد. بدايه كانت محمسه، اندمجت انا مع القصه، اخراج اكشن جدا روعه. ما ادري ليش انا من وجهه نظري المفروض الاستديو يسوون 12 حلقه ويدمجون الاحداث فيه، يخرون الفيلير وخلاص. طيب لا تسوون جزء، لا تكمل ال 24 حلقه مو لازم، يعني احس التكمله دائما تصير فيلير، ما ادري ليش صراحه. ما في فايده صراحه، يعني ما في فايده انك تكمل، وهذا انميات كثيره انظلمت من بينها ديث نوت بسبب الحركات اللي زي هذه، انهم يبون يطولون الانمي. بمناسبه ديث نوت ترقبوا حلقه مني راح اتكلم عن سبب قوي جدا في ديث نوت، ملاحظة أو نظرية أنا وصلت لها بالنسبة لديث نوت، انتظروها بتجيكم إن شاء الله قريب. بمناسبة 30 ألف سبسكرايب حتى قناة المانجا راح تسوي لكم حلقة. لا لا ما راح تتكلم عن المانجا، هي نتكلم على الأنمي عشان لا أحد يخاف ويظن أنها حلقة مانجا. مو هو الأنمي والمانجا انتهوا في نفس الشيء، لا تخافون، نفس الشيء ما لها علاقة، أوكي لا تخافون. ما فيها حرب، ما فيها حرب. راح تعجبكم إن شاء الله، أتمنى الحلقة هذه عجبتكم. أسامي الأنميات اللي احنا تكلمنا عنها تلقونها في الديسكربشن تحت. انتظرونا، لا تنسون أيضا السبسكرايب، الشير واللايك. اذا عجبتكم هذه الحلقه ترى في حلقات ثانيه احنا سويناها اسمها ماي انمي ليست، ارجع لها في القائمه الحلقات الخاصه راح تشوفها تعجبك ان شاء الله. الحين نقدر نقول لكم شوفكم على خير.